بهذا الاداء وبهذه النتيجه كل ما له التتويج ان شاء الله. عونا والله يرضي عليهم والله يزكي لهم صحيحتهم وديما مغرب وديما مغرب عليكم. السلام عليكم اختي. المنتخب ولا كيفرحنا بهذا الاداء وبهذا النتيجه وعندنا لعابه في المستوى وتبارك الله على المدرب ديالنا كيعرف يسير المقابلات وكنت واعد هذا المنتخب اللي عندنا غيقول الكلمه ديالو هذه السنه وفي هذه الكاس الافريقيه وان شاء الله غتكون من النصيب ديالنا وحنا متفائلين ان شاء الله بهذا المنتخب. عندنا دراري زوينين كويريا عندنا دراري كيتقاتلوا وحنا كنا مع المنتخب في السراء والضراء وما عرفتش كيفاش راه غنجيبوا هذا الكاس باي طريقه وان شاء الله يكون ديالنا من النصيب ديالنا. راه حنا صغار راه مناش ما شايفينوش والحلم ديالنا نشوفوه وديما مغرب وديما مغرب وديما وداد وتحياتي لاي مغربي وخاص اي مغربي يشجع المنتخب ديالو وديما مغرب. هذوك اللي جون فرحونا والله يرضي عليهم والله يزكي لهم صحيحتهم ويزكي لهم جويني وباتهم والله يرضي عليهم من عند بابا حبيبي جيت كالبان دي موند. كنت فرحان ب مشيت فرحان انا بغيتهم يبقاو هكاك جيسكا تقاعد. نتمنى لهم ان شاء الله الفوز ان شاء الله. نتمنى لهم الفوز ونتمنى لهم الكاس ونتمنى لهم اسود اسود المغرب تبارك الله عليك السبع وليداته من عند بابا حبيبي ساحه ماريشان الدار البيضاء الحبيبه موح عليكم. الفرقه كاينه ولكن الفرقه يلعبوا مع بكل صراحه فرقه ضعيفه ماشي نقول ضعيفه في الجروب وقيلا اضعف فرقه اللي كاينه في الفرق اللي مشاركين بكل صراحه المستوى ديالهم يعني المغرب كان ياكلهم شي اربعه ولا خمسه فهمتي كان يكون كثر فهمتي والمحك الحقيقي ديال المغرب هو هذا الماتش اللي غيلعبوا مع الكابون هذا هو الماتش غيكون زوين وهذو لكن فهمتي وكنا كنا لعبنا معهم في 74 ملي كان عندهم 100 ديال الزاير كان الحارس الشاوي دخل هو وشبكه الكره في 74 كان اللقب ديالهم زاير دابا دار لهم الكونغو ولا اسمه الى اخره هذا هو المحك الحقيقي ديال هذا الماتش مستوى مزيان قلت لك على الفريق 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 يعني ضعيف يعني ماشي الفريق زعما داك الشيء ولا كيشدوا يعطيو هادو ولا كيضربوا فهمتي فرقه ضعيفه هادو ماركيو سهلوا هادو فهمتي عندهم فرقه في بلادهم مزيان بحال سيمبا فهمتي في البلاد ديالهم هادوك لعبوا مع الوير ومع الرجاء المهم زعما المنتخب ديالهم ما عندوش المستوى ديالهم نازل ما عندهمش لعابه كيلعبوا برا بحال الفرق الاخرى اللي عندهم لعابه برا فهمتي حنا المحاك الحقيقي هو هذا الماتش جاي وغيتلعب ذاك التوق بغينا نطلبوا من راس لافوكا فهمتي يكون يكون يحضر هذا الماتش مزيان ويجيبوا لنا الكاس لما لاش ما يجيبوا لنا الكاس انتم الرابعين في العالم جيبوا الكاس راه الناس جابوها عبد المحليين ما غاديش نحكم على الماتش الاول الماتش الثاني والثالث هو اللي غيبين لك المنتخب ومع التوقيت اللي غيلعبوا فيه نهار الحد عاد غادي يبين لنا بان واش كاين شي كما كنقولوا الحجر واش عامره ولا ما عامره شي ما دابا الماتش الاول ولا الثاني والثالث ما غاديش يبين لك تنكون نقول ربع النهائي ومن يتلقى مع الفرق بحال نقول مالي السنغال جنوب افريقيا تما اللي غنحكموا على المنتخب بان راه يقدر يدير هذا وما نقدرش انا نحكم عليهم ولا نفرح بهم تنقولوا غيجيبوا لنا الكاس دابا الماتش الاول ولا الثاني ما غاديش يبين لك اش كاين حتى التوقيت اللي كنلعبوا فيه البارح على دوك الطقس اللي علاش قالوا ده هذا ما يمكنش نحكم عليهم من دابا هذا هو المهم بعد حاليا بعد اللهم كما كيقول هذيك ثلاث نقاط ولا بلاش الاداء جيد وهذا هو اللي كنا كنتمناو من المنتخب المغربي لان عنده فريق قوي من في الجوله الثانيه تبين لنا بلا كان منتخب في داخل الملعب وكان كذلك منتخب حتى في الاحتياط لا في القهوه كيفاش كانت الاجواء ديال الاجواء كانت زوينه كانت زوينه كانت اجواء زوينه الحمد لله انه يبقى على هذا المنهج هكايه حتى الفينال ان شاء الله ولما لا تتويج ان شاء الله.